وزارة الصيد البحري والمنتجات البحرية تفتح نقاط لبيع المنتجات الصيدية مباشرة من المنتج إلى المستهلك، أي من الصياد إلى المواطن، وهذا في إطار تشجيع ودعم تربية المائيات باعتبارها مجالا رئيسيا لدعم الاقتصاد الوطني، فيما بلغت القدرات الإنتاجية سنة 2022 رقما قياسيا من الإنتاج السمكي الكلي، بما في ذلك إنتاج تربية المائيات حوالي ما يقارب 116,000 طن، مما خلف أثرا إيجابيا في السوق الوطني. قطاع الصيد البحري يبذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي الوطني من خلال خلق محاور جديدة في الأسطول البحري، مما جعل قيمة الصادرات في هذا المجال تقدر بحوالي 27 مليون دولارا أمريكيا، إذ بلغت الحصة الإجمالية للجزائر في هذا المجال ب 2023 طن. قطاع الصيد البحري هو قطاع اقتصادي بامتياز، يعني يساهم في خلق ثروة. من هذا المنطلق تولي الحكومة أهمية بالغة لهذا القطاع من أجل يعني تطويره والخروج به من الطابع التقليدي إلى الطابع يعني الحديث. يعني لو نشوفوا محاور اللي يعمل عليها قطاع الصيد البحري، نبدأ بمحور تنمية الصيد في أهل البحار، نشوفوا حملة صيد التونة الحمراء يعني وما تدره على الخزينة العمومية، حيث بلغت قيمة الإتاوات المسجلة سنة 2023 ما يفوق 100 مليون دينار جزائري، فيما بلغت قيمة الصادرات حوالي 27 مليون دولار أمريكي. بالنسبة للحصة الإجمالية، الصناعات التحويلية للمنتجات الصيدية قدر عدد وحداتها ب25 وحدة بطاقة إنتاجية تفوق 20,000 طن. تختص هذه الوحدات في تحويل الأسماك بمختلف أنواعها إلى معلبات، وكذلك التحضيرات الخاصة بالأسماك.